الرئيس السيسي ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ويؤكد أنه تحمل المسؤولية في أصعب الظروف. مدبولي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع بوخارست، والجانب الروماني يؤكد أن تعاونه مع مصر لتجنب الأزمة العالمية الغذائية. منتدى الشباب العالم يعلن تطوير إطلاق نسخته الخامسة من شرم الشيخ، ويخصص عوائد العام الحالي لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات التنموية. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل، قائلا إنه كان رجلا فاضلا من خير رجال مصر، رجلا تجسد فيه ضمير هذه الأمة. وعبر صفحته الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال رئيس السيسي إن الراحل كان رجلا عظيما بحق، تحمل المسؤولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسؤولية الصعبة. وأضاف الرئيس السيسي أنه لم يرى من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه. كما نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن وعميق الأسى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور شريف إسماعيل، وتوجه مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل ومحبيه، مؤكدا أننا فقدنا اليوم قيمة وقامة عظيمة كانت دوما أهلا للثقة وتحمل المسؤولية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الراحل بذل الكثير في سبيل خدمة الوطن خلال المناصب العامة التي تولاها، لافتا إلى أن الوطن لن ينسى هذه الإسهامات الجليلة وسيظل يذكرها بكل تقدير ووفاء وعرفان. عبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بزيارة ناظره الروماني لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء رومانيا منذ 20 عاما. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أوضح مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر طلبت زيادة استيراد الحبوب من رومانيا. بالطبع أثناء النقاش ركزنا على بعض المواضيع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك التبادل التجاري بين بلدينا الذي وصل إلى أكثر من 1 مليار دولار في العام الماضي، ونحن على قناعة أن هذا المجال هو أحد الأسس لتعزيز العلاقات التجارية. وتناولنا كذلك بعض المجالات الأخرى التي من خلالها يمكن تعزيز حجم التجارة البينية، ومن دواعي سعادتي أن أقدم لكم سعادة رئيس الوزراء وكذلك السادة وزراء الزراعة ومختلف الوزارات، وكذلك التعاون في مجال الأسمدة والبتروكيماويات والبضائع الأخرى التي تجد مصر لديها الفرصة لتصديرها إلى رومانيا. وعلى الجانب الآخر نطلب من سعادة رئيس الوزراء زيادة استيراد الحبوب من رومانيا، حيث أن رومانيا أحد المنتجين الأساسيين للحبوب في أوروبا وفي العالم أجمع. وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن جلسة المباحثات مع نظيره الروماني تطرقت إلى دخول الشركات الرومانية للاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وبوخارست. في العموم نحن نتطلع إلى
the coming joint committee المؤتمر واللجنة المشتركة التالية بشأن الموضوعات العلمية والفنية in Bucharest المخطط عقدها في بوخارست في هذا العام وكذلك نحن نقوم بإعداد كافة الإجراءات اللازمة لعقد منتدى رجال الأعمال بين بلدينا ونتطلع كذلك work together much more العمل الجماعي والتعاوني لزيادة العلاقات التعاونية بين البلدين والاستغلال الأفضل للاتفاقيات الموقعة عليها البلدين بما يسمح لدول أخرى المشاركة على سبيل المثال من الجانب المصري حيث أننا جزء من اتفاقية التجارة الإفريقية يمكن أن نسمح بوصول الشركات الرومانية استثمار في القارة السمراء والدخول في السوق الإفريقي من خلال هذه الشراكة بين البلدين. قال رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا قال إن بلاده لديها رغبة في مزيد من التعاون مع مصر في كافة المجالات المشتركة وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح أن جلسة المباحثات مع مدبولي تطرقت إلى بذل رومانيا مزيد من الجهد لتجنب الأزمة العالمية الغذائية وقيام رومانيا بدورها في تعزيز التعاون مع مصر والقارة الأفريقية. أنه بداية من اليوم سوف نستمر في العمل معا للحفاظ على التماسك في العلاقة بين البلدين. لقد تناولنا بعض الموضوعات ذات أهمية بين البلدين كما ذكر سعادة رئيس الوزراء وكذلك بين وزراءنا من رومانيا والسادة الوزراء من جمهورية مصر العربية التي تناولنا فيها كافة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وكافة القدرات والإمكانيات المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارة نظيره الروماني نيكولاي تشوكا إلى مصر تمثل فرصة جيدة لمتابعة ملفات العلاقات الثنائية والبناء على هذا الزخم في العلاقات من أجل تعزيز هذه الروابط في مجالي الاستثمار والتجارة. وخلال جلسة مباحثات مشتركة أشار مدبولي إلى أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء الروماني ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. وخلال جلسة المباحثات أكد رئيس الوزراء الروماني أن هذه الزيارة هي مناسبة مهمة للغاية لبحث ما تستطيع بوخارست إنجازه على مستوى الأولويات التي تحقق ما يطمح إليه الشعب. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج الطروحات يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض موقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة في عدد قطاعات، حيث تم عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لعمليات الطرح. وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بالطروحات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل والتي ستشمل طرح أسهم في عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، حيث سيكون جانبا من الطرح في البورصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الملكية العامة، وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأس مالها والتوسع في الإنتاج والتشغيل. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم تطوير إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ وتخصيص عوائد هذا العام من الرعاية المخصصة لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات. وأرجعت إدارة منتدى شباب العالم قرارها بسبب المتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية والتي نتج عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تمثل أعباء إضافية
إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين. وقالت إدارة المنتدى إنه سيتم توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية، على أن تكون النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سبل تحقيقها. وأعلنت إدارة المنتدى أن حزم البرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها والبدء في تنفيذها تشمل إطلاق مبادرة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إطلاق مبادرة التعلم للكسب التي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والعربي والأفريقي والوافدين لسوق العمل للتغلب على العوائق المتعلقة بتطوير مهارات العمل المطلوبة وتمكينهم للحصول على الوظائف اللائقة. كما أكدت إدارة المنتدى أن حزم البرامج والمبادرات تشمل أيضا تنفيذ برنامج لمواجهة تحديات الأمن الغذائي من خلال تقديم برامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وأفريقيا. ويشارك في تنفيذ هذا البرنامج مبادرة إبدأ والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. كما تشتمل حزم المبادرات إطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية، والذي يستهدف تقديم الدعم النفسي وبالأخص اللاجئين والمهاجرين والوافدين من مناطق صراع وحروب ونزاعات، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية والمجتمعية لهم ولأسرهم، وذلك بالتعاون مع كل من مؤسسة فاهم ومنظمة الصحة العالمية. ويشتمل أيضا إطلاق مبادرة دولية لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين وتعزيز أوجه دمجهم في الأنظمة التعليمية وسهولة الوصول لخدمة الرعاية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين. وستكون المنصة بمثابة نقطة انطلاق للمتطوعين بهدف نشر ثقافة التطوع ودعم وتأهيل المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية. من جهتها أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم أن إدارة المنتدى قررت أن تكون الفعاليات على الأرض، مشيرة إلى استفادة أكبر عدد من المواطنين من المبادرات التي يتم طرحها. العالم كله مش بس مصر بيمر بتحديات دقيقة جدا على كافة الأصعدة مش بس الاقتصادية، ولأن منتدى شباب العالم هو مؤسسة لأنه بس مبقاش مبادرة ولا بقى مجرد ملتقى أو منتدى للشباب، هي مؤسسة ومؤسسة مسؤولة، فمن باب مسؤوليتها عن المسؤولية المجتمعية واقتصادية وإنسانيا قررت إدارة المنتدى السنة دي أن تكون الفعاليات على الأرض، تكون الفعاليات بتتكامل مع مشروعات كتيرة جداً أطلقتها مصر السنة دي والسنة اللي فاتت، زي إبدأ وحياة كريمة واتحاد الأهلي والاتحاد الوطني للجامعات الأهلية وغيرها من المبادرات، ونكبرها ونوسعها ونبتدي ننشرها في مصر كلها لاستفادة عدد أكبر من المواطنين من المبادرات دي على كافة الأصعدة وعلى كافة المستويات، ونشرها كمان كنموذج لبلاد العالم كلها للمنطقة اللي حوالينا وللعالم أجمع. وحول أهم ما أعلنته إدارة منتدى شباب العالم حول النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم مع الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم، هذه المرة هي نسخة استثنائية. لماذا؟ لأننا نعود مرة أخرى لفكرة التطبيق الفعلي على أرض الواقع. ها نحن مرة أخرى نؤكد على أن التطبيق أهم كثيرا من الأقوال والخطط المختلفة، لذلك هذه النسخة مختلفة، لن تنطلق بشكلها المعهود وهي انطلاق المؤتمر على مدار أيام مختلفة في مكان معين مثل منتدى شباب العالم في نسختها الرابعة وغيرها في شرم الشيخ، ولكن هذه المرة سيتم تحويل
الداعمين والأموال التي تأتي من الداعمين لمنتدى شباب العالم لتقوم بمبادرات حقيقية يتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. هذه المبادرات هي بالطبع ستكون تحت سبعة محاور وست مبادرات مختلفة. هذه المبادرات على الأول منها وهو الأهم هي فكرة العمل المجتمعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك سيكون هناك دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعام المقبل سيكون هناك مؤتمر آخر يعني تحديد وأيضا الإعلان عن النتائج التي خرجت من هذه المبادرات والمحاور. أيضا جزء هام جدا من الخروج بهذه النسخة بشكل مختلف وأخذ هذا الدعم المادي وتطبيق إحدى الفعاليات المهمة جدا ستكون داخل مصر وخارج مصر، وهي التعامل مع أو دعم الدول التي تأثرت أو تضررت بالفعل من التغيرات المناخية أو تضررت من الحروب. هذه نقطة. هناك أيضا نقاط أخرى متعلقة بدعم الشباب كلها متعلقة بالتنمية المستدامة. هناك أيضا بعض بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بالفعل اليوم بين منتدى شباب العالم وأيضا التحالف العربي والدعم التحالف العربي وأيضا بمشاركة العديد من الجهات. هذه بروتوكولات التعاون تهدف في النهاية للعمل التنموي، لذلك كما ذكرنا هي نسخة استثنائية، نسخة تنفيذية أشاد بها في حقيقة الأمر الداعمين لمنتدى شباب العالم، أشاد بها أيضا منظمة الأمم المتحدة، أشادت بها أيضا منظمة الأمم المتحدة وأيضا منظمة الصحة والسكان بالأمم المتحدة UNPA. لذلك يعني هذه الإشادات كلها يعني ركزت على أهمية التطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومنها أيضا التوعية. جزء من المبادرات هي مبادرات التوعية للشباب وأهمية دور الشباب في المشاركة في حل المشاكل المجتمعية، ولكن هذه المرة سنأخذ هذه الأفكار يتم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع. وبالطبع هذه يعني ربما استكمال لنجاحات منتدى شباب العالم في نسخة السابقة، على سبيل المثال نسخة الرابعة التي خرجت ببعض المبادرات، وهذه أيضا مبادرات جديدة تخرج ليتم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. وهذه نظرة عامة عن ما حدث في المؤتمر الصحفي للنسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم الذي سيخرج هذه المرة بشكل جديد وليس بالشكل المعهود، شكل المؤتمرات والمبادرات لخدمة حقيقية للمجتمع. هذا وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار منتدى شباب العالم بأن تكون نسخته الخامسة لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سبل تحقيقها. وأكد المجلس أن قرار عدم إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكل سنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيمه في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية سيسهم بشكل كبير في دفع مسيرة البناء والتنمية التي أرسى داعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يخدم صالح المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة. كما أشهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالإجراءات التي أعلنها منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة من توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيمه لصالح حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية. كما ثمنت التنسيقية تلك الإجراءات التي تؤكد وعي وإدراك شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة القائمين على إدارة وتنظيم المنتدى للمتغيرات الدولية وتداعيات الإنسانية والاقتصادية. We'll be right back.
بترعيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح وزير الاوقاف محمد مختار جمعه المسابقه العالميه 29 للقران الكريم تحت اسم فضيله القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل، وذلك بحضور ضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقه. واوضح وزير الاوقاف ان عدد المتسابقين بلغ 108 متسابق من 58 دوله يتسابقون في 8 فروع تهتم بالشان القراني. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، انطلقت فعاليات المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وعلى مدى 5 أيام يتنافس المتنافسون على حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية. مصر تتسابق على القرآن الكريم وتتمنى غيرها أن يتقدم وأن يحوز المركز الأول، ونناشد الجميع أيضا، لأننا رغم أننا منحفظة كتاب الله وأن مصر رائدة في حفظ كتاب الله وصدرت كتاب الله عز وجل للعالم كله، إلا أنها تفرح وتطرب بحفظة كتاب الله والذين يسبقونها في هذا الحفظ. الرعاية من قبل الدولة المصرية لهذه المسابقة، وهو ما يعطي انطباعا واضحا وانعكاسا طيبا على مدى حرص الدولة حكومة وقيادة على الاهتمام بالقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. وبإجمالي جوائز مليوني جنيه حددت وزارة الأوقاف 8 فروع للمسابقة، مع استحداث فروع الأسرة القرآنية والمحافظة المثالية والحفظ بال7 قراءات والناشئة من حفظة الجزء العام والحفظة من ذوي الهمم. يسرني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذه المسابقة وتكريمه السنوي لأوائلها في احتفال الدولة المصرية بليلة القدر، وتوجيهه بمضاعفة جوائزها وإكرام أهل القرآن، فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. هذه المسابقة هذا العام تتميز بكثير من المميزات. الميزة الأولى أن قيمة جوائزها تضاعفت عن المسابقات السابقة، فجوائزها تزيد عن 2 مليون جنيه وأكثر، إضافة إلى أن هذه المسابقة تتميز بأفرع لم تكن في المسابقات السابقة. المسابقة المرة دي بتحظى برعاية واهتمام كبير، خاصة أن عدد المتسابقين المرة دي تجاوز 100 متسابق، 108 متسابق تقريبا، وطبعا يعني بيزيد الاهتمام بهذه المسابقة رعاية فخامة السيد الرئيس لهذه المسابقة واهتمامه بها وبأهل القرآن، ودائما هذا ما تعودنا عليه من فخامة الرئيس. المسابقة يشارك بها أكثر من 100 متسابق من 58 دولة حول العالم، منها 33 إفريقية و7 محكمين من 7 دول للتقييم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت من ضبط 664 قضية تموينية مستندية وعينية خلال 24 ساعة بمضبوطات بلغت أكثر من 126 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 49 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 49 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير، إلى جانب ضبط قرابة 8 أطنان في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 20 طنا من الأسمنت في مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، فضلا عن ضبط 444 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و154 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط 9 قضايا في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبوطات بلغت 16 طنا.
كما تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أسفرت الجهود خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 35,621 قضية تموينية مستندية وعينية، من بينها 151 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 12,788 اسطوانة، وضبط 169 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 7,787,714 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 358 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت قرابة 154 طن سلع غذائية متنوعة و4 طن أقماح محلية وأكثر من 92 طن أسمدة زراعية مدعومة. كما تم ضبط 805 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 441 طن، وضبط 123 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 431.5 طن. كما تم ضبط 16,086 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت قرابة 903 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 126 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 1,667.5 طن، وضبط 1,905 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 5,521 طن، وضبط 10 قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 59 طن أعلاف حيوانية، وضبط 12 قضية بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 41 طن أعلاف حيوانية، وضبط 121 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية بمضبوطات قاربت 812.5 طن أعلاف حيوانية وما يقرب من 8.5 طن أسمدة زراعية، وضبط 84 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 806.5 طن سلع ومواد غذائية متنوعة وما يقرب من 123.5 طن دقيق أبيض. كما تم ضبط 13,453 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 840 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 195 طن سلع غذائية متنوعة وما يقرب من 207.5 طن دقيق أبيض، إضافة إلى ضبط 22 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 133.5 طن أسمنت و60 طن حديد. كما تم ضبط 1,244 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 109,069 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 2,721,558 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2,012,439 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 13,312 من قائدي المركبات.
تبين إيجابية عدد 520 سائقا منهم، كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2915 من سائقي حافلات المدارس. تبين إيجابية حالة، كما تم فحص 2253 مركبة وتبين مخالفة 72 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 2258 سيارة و333 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 18563 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2948 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 3261 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 9204 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 10273 مخالفة ملصقات وضبط 85 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 354,282 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 307,556,508 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1017 قضية، من بينها 598 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 419 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 307 قضية بقيمة مالية بلغت 686,902,357 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9298 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 20,604,000,000 قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة ب 43,744,135 جنيها. ما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. زيلينسكي يثمن بدء تدريب قواته في بريطانيا على دبابات تشالنجر، وموسكو تجري تدريبات بالذخيرة الحية في لينينغراد. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كيفية زيادة التوسع في قدرات الجيش الأوكراني. وأضاف زيلينسكي أنه وجه الشكر خلال اتصال هاتفي إلى سوناك على بدء تدريب الأطقم الأوكرانية على دبابات تشالنجر 2 التي أعلنت المملكة المتحدة عن توريدها إلى أوكرانيا هذا الشهر. أجرت القوات الروسية تدريبات بالذخيرة الحية بدباباتها T-90M المتقدمة في ساحة تدريب في منطقة لينينغراد كإجراء مضاد ضد الموافقة الألمانية على تصدير الدبابات إلى أوكرانيا. وخلال التدريبات أصابت الدبابات أهدافها بما في ذلك مركبة العدو المدرعة والقوى العاملة والطائرات على مسافات مختلفة
تصل إلى 5000 متر. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن رد موسكو سيكون سريعا وقاسيا في حالة قصف شبه جزيرة القرم. وأكد المسؤول الروسي أن بلاده يمكنها استخدام كل الأسلحة بما فيها النووية بما يتناسب مع التهديدات، مشيرا إلى أن واشنطن يمكنها إنهاء النزاع الذي تسببت فيه لكنها غير آبها بذلك. قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيميال إن حادثا خطيرا في محطة فرعية عالية الجهد في منطقة أوديسا تسبب في انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في العاصمة الإقليمية. وأضاف شيميال إن الوضع صعب وحجم الحادث كبير ومن المستحيل استعادة إمدادات الطاقة سريعا لا سيما في البنية التحتية الحيوية، مضيفا أن المحطة الفرعية تضررت في السابق عدة مرات جراء الضربات الصاروخية الروسية. قرر المجلس الأوروبي فرض سقف أسعار للمنتجات النفطية والبترولية الروسية التي يتم تصديرها للخارج. وأشار المجلس إلى أنه تم تحديد سقف أسعار النفط الروسية بالتعاون الوثيق مع تحالف السقف السعري، على أن يدخل القرار حيز تنفيذ اعتبارا من الغد، وأن يكون أعلى سعر لبرميل المنتجات البترولية عند 45 دولارا أمريكيا للبرميل، بينما تم تحديد سقف سعر للمنتجات البترولية التي يتم تداولها عند 100 دولار أمريكي للبرميل. وأضاف المجلس أنه سيقوم بمراجعة آلية الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسية اعتبارا من منتصف مارس المقبل، على أن تتم تلك المراجعة الدورية بانتظام كل شهرين. تبدأ الحكومة اليابانية الربيع المقبل تقييد صادرات معدات صنع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، وذلك بعد إجراء تعديلات قانونية. وذكرت مصادر رسمية أن التعديل سيشمل عددا من الدول الأخرى وليس الصين فقط. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اليابان وهولندا اتفقتا على الانضمام إلى الولايات المتحدة في وقف شحنات معدات صنع أشباه الموصلات في محاولة لمنع الصين من تطوير رقائق متقدمة يمكن استخدامها لتعزيز قواتها العسكرية. أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أعلنت إغلاق 3 مطارات بعد أنباء إسقاط المنطاد الصيني مع فرض حظر جوي في محيطه. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح أن واشنطن ستتولى أمر المنطاد الصيني، حيث جرى تعقبه خلال تحليقه في سماء الولايات المتحدة فيما تصفه واشنطن بأنه انتهاك واضح للسيادة الأمريكية. هذا وأكد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ التزام بلاده بالقانون الدولي فيما يخص أزمة المنطاد الذي رصد يحلق في سماء الولايات المتحدة. وشدد وزير الخارجية الصيني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة تجنب سوء الفهم بين البلدين بسبب أزمة المنطاد. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى الصين ردا على حادثة دخول المنطاد الصيني المجال الجوي الأمريكي.
تعهد وزراء خارجية جنوب شرق آسيا بإتمام المفاوضات مع الصين بشأن اتفاق مقترح يهدف إلى منع الصراعات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في اجتماعهم السنوي في العاصمة الإندونيسية. كما اتفق الوزراء من رابطة دول جنوب شرق آسيا أيضا على توحيد نهجهم لتنفيذ اتفاقية من 5 خطوات تم التوصل إليها في عام 2021 بين قادة الآسيان وميانمار لإنهاء الأزمة المتفاقمة. علق الكونغرس البيروفي مشروع قانون مقترح من رئيسة بيرو دينا بولوارت لتقديم موعد إجراء الانتخابات. وكانت بولوارت قد اقترحت مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات إلى أكتوبر المقبل في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الدامية المطالبة برحيلها. قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي ستيف سكاليس قال إن المجلس يعتزم التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون من شأنه أن ينهي شرط تطعيم معظم المسافرين جوا من الأجانب ضد فيروس كورونا. وقالت رابطة السفر الأمريكية إنها تدعم منذ فترة طويلة إلغاء شرط التطعيم ضد كورونا، مؤكدة أنه لا يوجد سبب للانتظار حتى انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في مايو المقبل. يسابق الجمهور الزمن للتمتع بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهو ما انعكس على نسبة الإقبال، مما يؤكد أن المعرض بوابة المصريين لعالم الفكر والثقافة. وشهد المعرض تحقيق مبيعات كبيرة من دور النشر المشاركة، والتي تنوعت بتقديم مختلف الكتب في العديد من المجالات. مع بدء العد التنازلي لانتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، يسابق زواره الزمن للتمتع بفعاليات المعرض الفنية والثقافية، وهو ما انعكس على نسبة الإقبال التي تجاوزت 2.5 مليون زائر، مما يؤكد أن المعرض بوابة المصريين لعالم من الفكر والثقافة والإبداع. هو معرض الكتاب السنة دي جميل جداً، وفي عروض جميله جدا وموسيقيه، وفي اهتمام من الدوله بيه، وفي حاجات كتير دور هيئه الكتاب عامله تخفيضات جميله جدا ومنتشره في كل الصالات. فعاليات جميله جدا وراقيه جدا، وبتنمي فعلا الفكره عند الشباب. في حاجات كتيره يعني كويسه، وفي كتب كتيره عن الاطفال حلوه، فالواحد بيجرب كل حاجه جديده. هو بصراحه حلو قوي، مكان حلو قوي، الواسع، الكتب كلها منظمه والمعامله حلوه. معرض الكتاب كان حلو قوي، وكمان انا لفيت كل القاعات وكانت جميله. انا بحب المعرض لان احنا بنيجي هنا كل سنه وبنحبه، وبنحب كل القصص اللي هنا وبنقرا ونبقى مبسوطين جدا. انا بحب المعرض وجيت عشان انشد، عشان يعني حابه المعرض وكده، وعشان برضه اشتري كتب، عشان انا بحب القصص اللي فيه كل حاجه. الاقبال الشديد على المعرض منذ يومه الاول نتج عنه تحقيق مبيعات كبيره من دور النشر المشاركه، التي تنوعت بتقديم مختلف الكتب في العديد من المجالات، فضلا عن المشاركه العربيه المتميزه التي تؤكد ان مصر مناره الثقافه التي تحتضن ثقافات وشعوب العالم، باعتبار ان المعرض بوابه العالم للثقافه والمعرفه. الدوره دي فيها تميز بالجمهور العريض الذي حضر، فحتى أصل لحضرتك حجم الجمهور في المعرض حتى الآن. حتى قبل أمس كنا نتحدث عن ما يقارب 1.5 مليون أو أكثر. فكرة الإقبال هي متنوعة، والفكرة كمان إن هي ما عادتش قاصرة على المتخصصين بس، لا، في شباب وفي كمان ممكن نقول أطفال، والاهتمامات كمان اتغيرت. سعداء بتواجدنا في مهرجان كبير للثقافة العربية، معرض القاهرة الدولي للكتاب. التنظيم الجيد والتطور اللي حصل في المعرض تطور يشهد به الجميع. هو الحقيقة حدث ثقافي بارز ليس فقط في مصر وإنما في العالم العربي. فمعرض القاهرة ونحن، أنا أيضا بشكل شخصي أتابعه منذ سنوات طويلة. المعرض يزداد بهاء كل عام، ويشرق كما كل عام في هذا التوقيت، ويعد
هو ملتقى كبير للمثقفين والأدباء والشعراء والناشرين العرب. هكذا لا يتوقف المعرض عن استقبال جمهوره من مختلف الفئات والمحافظات، حيث استقبل المعرض حتى اليوم أكثر من 300 رحلة بأكثر من 20,000 زائر للتعرف على الأنشطة الثقافية التي يقدمها المعرض التي تستمر فعالياته حتى 6 فبراير الجاري. محمود جميل، التلفزيون المصري. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. وليلى عمر، أهلا بك. شكرا لك سحر، أهلا بك وأهلا بك دينا، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءا من شهر يوليو القادم. وشدد المركز الإعلامي على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين ب5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية، مشيرة إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لجميع معايير الجودة مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين. تتواصل جهود مبادرة سناد الخير لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين من محدودي الدخل، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية بجميع المحافظات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وجميع احتياجات الأسر المصرية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية جراء الأزمة العالمية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية. هذا وقد وصل حجم مبيعات مبادرة سند الخير منذ انطلاقها وحتى نهاية يناير وصل إلى 188 مليون جنيه، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع. استقبل الرصيف الجديد بالحوض الثاني بميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 3 سفن سياحية على متنها الآلاف من السائحين. يأتي ذلك في ظل حركة النشاط السياحي التي تشهدها مصر، خاصة السياحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر، من خلال الرحلات البحرية لليوم الواحد واستقبال السفن السياحية بموانئ الهيئة، حيث تعد هذه الرحلات هي الأولى من نوعها. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن الحظر الوشيك من الاتحاد الأوروبي على منتجات التكرير الروسية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% إلى 79.94 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3% إلى 73.39 دولار للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت العالمية بنسبة 3.79% لتصل إلى 2.78 دولار لللتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.87% لتسجل 2.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت استثمارات الصين في البلدان التي تشملها مبادرة الحزام والطريق إلى أعلى مستوى منذ 2019، وصعدت الاستثمارات في 147 دولة ضمن مبادرة الحزام والطريق بنسبة 63% إلى 32.5 مليار دولار في عام 2022 على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن جامعة فودن في شنغهاي. وكان قطاع الطاقة أكبر متلقٍ للاستثمارات الصينية بقيمة 9 مليارات دولار لصالح مشروعات معظمها للنفط والغاز والطاقة الخضراء.
ختام وقفتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لصحر ودينا إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر. ينطلق نهاية هذا الأسبوع منتدى عالمي في مدينة فانكوفر الكندية للبحث في طرق لإنقاذ الأنظمة البيئية البحرية التي تعاني من الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ. هذا ويلتقي نحو 3000 مسؤول وعالم وعضو في منظمات غير حكومية وأفراد في فانكوفر غربي كندا لحضور المؤتمر الخامس للمناطق البحرية المحمية إمباك الذي يستمر حتى 9 فبراير. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. عودة مرة أخرى إلى ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا دينا وسحر، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الرياضية في هذه النشرة. فازت اللاعبة المصرية العالمية هنا جودة على كل من منافستها الألمانية والفرنسية في البطولة الدولية لكرة الطاولة بتونس، وتشارك مصر في فعاليات البطولة الدولية لكرة الطاولة والتي يتنافس فيها 126 لاعبا من 24 دولة في البطولة الدولية التي تستمر حتى 5 فبراير، وتشهد مشاركة واسعة لأبرز المصنفين في اللعبة أقل من 19 عاما. اقتنص النادي الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0 على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية. سجل هدف الفوز للأهلي اللاعب البديل محمد مجدي أفشة من تسديدة قوية في الدقيقة 88 ليواجه الأهلي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا الأربعاء المقبل. هذا وقد حصلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام على حقوق البث الأرضي لمباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية بداية من اليوم بالدور الثاني. وفي البطولة ذاتها وفي المباراة الأخرى تأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل نهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على الوداد المغربي بضربات الترجيح 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. بهذه النتيجة يواجه الهلال فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي، بينما يودع الوداد المغربي منافسات البطولة. في الدوري الإنجليزي سقط ليفربول مجددا بفخ الهزيمة أمام مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-0 ضمن الجولة 22. بتلك النتيجة ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 20 نقطة في المركز 15، بينما استقر ليفربول في المركز 10 برصيد 29 نقطة. استعاد إيفرتون نغمة الانتصارات بالفوز على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك. سجل هدف إيفرتون جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 60 من عمر المباراة ليتجمد رصيد الجانرز عند 50 نقطة ويظل في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز 17. نهاية جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى لسحر ودينا، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى. والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. ووقفة أخيرة مع ليلى عمر. شكرا لكما، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 19 الصغرى 10، الإسكندرية 19-11، مطروح 18-10، بورسعيد 20-11، الإسماعيلية 20-9.
السويس 19/10، العريش 20/10، طابة 19/11، شرم الشيخ 22/13، الغردقة 22/12. أما الأقصر فالعظمى فيها 21، الصغرى 8، أسوان 22/9، الوادي الجديد 20/6، شلاتين 23/14، وأخيرا حلايب 22/14. ونستعرض معكم الآن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي ينعى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق ويؤكد أنه تحمل المسؤولية في أصعب الظروف. مدبولي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع بوخارست، والجانب الروماني يؤكد أن تعاونه مع مصر لتجنب الأزمة العالمية الغذائية. منتدى شباب العالم يعلن تطوير إطلاق نسخته الخامسة من شرم الشيخ، ويخصص عوائد العام الحالي لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات التنموية. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا ديما؟ ازيك يا صحر؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ حبيب. يعني يمكن هستأذنكم ان احنا نبدا بتقديم واجب العزاء والمشاركه في نعي المهندس شريف اسماعيل الله يرحمه. كان راجل من افضل واشرف واخلص رجال مصر حقيقي، يعني الله يرحمه. ما كناش نحب نبدا طبعا اكيد حلقتنا بحاجه زي كده، لكن الحمد لله والشكر لله، ده قدر ربنا، فنشارك جميعا في التعزية. خالص العزاء لي طبعا والأسرته بإذن الله يا رب يسكنه فسيح جناته. أشكركم واستأذنكم نبدأ فقرتنا.